بسرعة يلا. عائلتان مختلفتان في كل شيء. يخسر على الرجالة. صراعهما يبدأ في من سيملك القصر. أنا أصلا سايبك قاعد في البيت ده كرم مني، بس كان زمانك دلوقتي مرمي في الشوارع. كان لك عند الكلب حاجة أقول له يا سيدي. ليسعى كل منهما لطرد الآخر بشتى أنواع الطرق. طول ما أنا عايش على وش الدنيا مش هسيب لهم القصر ده. صباح الخير يا جاري، من السبت إلى الخميس، السابعة مساء بتوقيت السعودية، على زي ألوان.